الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا أنا بشكر عرفني معاك. بنفسك أولا، أنا اسمي أحمد فوزي عندك المواصل. كم سنة يا أحمد؟ أنا عندي 40 سنة، بتشتغل إيه؟ أنا مدرس بس أنا موقوف بقالي سنتين عن العمل عشان تجاوزت ال 15 يوم متصلين ورا بعض بسبب قانون الخدمة المدنية الجديد. تمام؟ غياب يعني؟ أه. كنت بتغيب ليه؟ كنت بغيب عشان كنت أنا شغال في حتة عشان أعرف أكفي ما بين والدتي وأختي وبين مراتي وبناتي، أقدر أشيل الكفتين وبمعنى أصح أوفر هنا وأوفر هنا وألاجي على دول ولاجي على دول. طيب انت اتجوزت مراتك عن حب؟ اه طبعا. كانت بتحبك؟ مش هقول لحضرتك لا، اه كانت بتحبني وانا كنت بحبها، مش هقول لحضرتك لا، بس الظروف اللي انا اتحطيت فيها كانت غصب عني. يعني الظروف اللي انا اتحطيت فيها وكان سبب الانفصال. احكي لي بقى. كان غصب. هي كانت تعتبر مشكله عائليه. تمام؟ اولا هي والدتي مفيش شك اللي هي بتحب مراته لحد وقتنا هذا، حتى في انفصال عمرها في حياتها ما دعت عليها، عمرها في حياتها تم قالت اسمها او لفظ من اسمها او ذكرت اسمها باسلوب وحش، لا على طول بتدعي ربنا يصلح حالها ربنا يهديها. تمام؟ بس انا ما كنتش مستني منك كده. انا اول باب انا خبطت عليه كنت انت، اول باب انا خبطت عليه كنت انت. انا من جوازك 10 سنين جواز، معايا بنتين، عندي صبا 8 سنين وست شهور، عندي زوجة 6 سنين و6 شهور. تمام؟ حصلت مشكلة ما بيني وبين جماعة، أو الناس اللي اتجهت لهم كان مراتي، ما لقيتش منها أي رد فعل إنها تقدر حتى تسند معايا سندة بسيطة. طبعا مع الإعاقة اللي فيها أختي. هي الوالدة مريضة بإيه والأخت مريضة بإيه؟ أختي بقى لها 7 سنين عندها إعاقة في رجليها، ضمور عام في الطرفين السفليين، بجانب بقى لها حوالي اكتر من سنه ايديها اليمين برضه ما بتعرفش تاكل وتشرب بيها. اختي يا ربنا يعلم بيها، هو اللي عندها دوت حاله نفسيه. الوالده عندها الوالده عندها جلطه في المخ وشلل نصفي. طبعا يعتبر ان انا مسؤول عنهم بعد ربنا سبحانه وتعالى في كل شيء. والدك موجود؟ لا، والدي متوفي بقى حوالي 6 سنين. إيه طبعا. طب امتى بقى المشاكل اللي بدات بينك وبين مراتك على ايه؟ المشاكل اللي هي متخيله اللي هي لازم تكون هي الابقه عن والدتي. طبعا انا قبل ما يكون في حتى خطوبه او قبل حتى ما يكون في اعراض فاتحه قلت لها ما تحطيش نفسك في كفه ما بينك وما بين والدتي، لان كفه والدتها الطب، امي ثم امي ثم امي. عمر في حياتي ما هسيبها، عمر في حياتي هقدر ان انا ابعد عن الناس ديت.